ازاي استطيع انسى شخص معين مصدر الم ليا، مع العلم اني ممكن اتعامل معه وقتها اتذكر كل الاحداث المؤلمه المرتبطه بيه. خدوا بالكم بقى، مش حكايه تنسى، حكايه تتعلم من اللي حصل. عشان تنسى حاجه كده وتسيبها هتنط لك كل يوم تاني لانها موجوده في ملفات الذاكره عندك. طالما في حاجه موجوده عندك في ملفات الذاكره وتحاول تتباداها، مش عاوزها تاني مش عاوزها تاني، هتجيلك، لان حاجه بتقاومها هتقاومك، حاجه تتحكم فيها هتتحكم فيك، لان ده حاجه لنفسك قاعد كده وحصل حاجه رحت فاكره رحت متضايق. مش حكايه تنسى الشيء، حكايه تتعامل مع الشيء وتتعلم منه، فلما يجي في ذهنك او في ذاكرتك تبقى انت مرتاح. احنا مش بنهرب من الاشياء، بنواجه الاشياء ونتعلم منها ونحولها لمهارة.